محمد، يعني من خلال مشاهداتك ومتابعاتك لما يجري، وأيضا بالتأكيد عقدت أحاديث مع الشباب من منطلق هذا الحماس الذي تتحدث عنه الآن، كيف يرون هذا المؤتمر؟ ما أهم الأهداف التي يريدون أن تكون مستخلصة من هذا المؤتمر وهذا الحدث الشبابي الضخم الكبير بأرقامه الكبيرة في حقيقة الأمر؟ الهدف الأول يتلخص في نجاح مصر. هذا هو الهدف الذي يتحدث عنه الجميع. يعني ليس لنا مآرب إلا أن ننجح هذا المؤتمر. يعني هذه هي الروح السائدة بالمناسبة أولا، وهذا كفيل أولا بإنجاح أي حدث. الإخلاص، الإخلاص هو السر الموجود، نعم هو في القلوب لكنه يظهر في الأعمال بالفعل. ويعني تم تدريبهم وانتقاءهم الحقيقة نوايات هائلة تم انتقائها في البرنامج الرئاسي، البرنامج الأول والثاني. يعني الحقيقة نتحدث عن شباب يريدون أن ينجحوا الحدث، هذا أولا. ماذا بعد؟ هناك شباب يشاركوا في الجلسات، كل جلسة لها عنوان، لها هدف، يريدوا أن يعرضوا قضايا الشباب. لكن هذه المرة ليست كمؤتمرات الشباب فقط، يعني كلما تحدثت إليهم يريدون أن يخلقوا نوعا من التواصل مع العالم، نوعا من النجاح المصري على المستوى الدولي. وبالتالي يعني هناك أهداف يريدون أن يحققوها، وطرح الرؤية المصرية والاستفادة أيضا من الرؤى والخبرات الأجنبية في مجالات مختلفة بحسب عناوين الجلسات. البعض يريد أن يضيف بعض الأشياء في بعض الجلسات، وبالتالي هناك حالة من التفاعل والاحتكاك بين الشباب وبين حتى المسؤولين. في النهاية الكل يسير نحو نفس النقطة، يعني خط ورسم خط ناجح في نهاية الطريق، الجميع يتسابق من أجل الوصول إليه.